ابن بيت تنقدموا لنا تنما نخلف ولد قتلوا لنا يا شو ظل لنا شو ظل قتلوا الامل قتلوا زهرة الحب اللي بقلبنا شو ذنب العمارات هاي شو ذنب شو ذنب الولد اللي مات لسه من طول شهداء من تحت الانقاض لسه وكلك لك جاي لجنة ليش قرارات العالم كلها تطبق علينا بس على اسرائيل لا يا عالم وينك يا الله استغفر الله العظيم يا رب حبيتي الارض نضرب فيها نزحنا اول مره اهلنا نزحوا ابيتنا اول مره نزحنا ثاني مره مره ثانيه ما ينزح يعني وين نروح حقيقه انا وين بروح يمكن ابوي ما تعلمش من سيدي وسيدي ما تعلمش من سيدي اللي قبليه من ابوي اللي قبليه بس لا انا حطينا احنا جيلنا جديد حطينا حد يتعلم اولادنا مش احنا انه ما فيش مجال للنزوح اكثر من هيك بكفي يعني نزوح هكذا المفروض النزوح يكون عكسي مش بالتراب اللي قدام نزوح ضله لا من رايح نفكر يكون نزوح عكسي بكفي خلاص هذا ثلاث نكبات يعني اربع نكبات لو انت والله ببيع حياتي عشانه مخيم كل اشي يعني بالنسبة مش الي بس لكل الدنيا لكل اهل المخيم روحنا المخيم روحنا حياتنا كل اشي النا يعني عشان نضل شامخ وواقف وما زال واقف وشامخ كل ما تروح بجهة من المخيم لازم تلاقي مرة او شخص بعيط لا ابنه لا عداره لا مثلا فقيد مش لاقيه كل شخص بالمخيم ما فيش حدا بالمخيم يعني ما بكاش على اللي راح عليه بس هذا كله ما بهمنا هدوه صحيح هدوه راح نرد مدنين جديد ومش راح نهتم بهم وراح يبني على اساس المقاومة وراح شارون طول حياته يحسب حساب لمخيم جنين ثمان ايام هم قصف بر جو دبابات تضرب والطيارات تضرب والقميصة يضرب الكل يضرب لو في بحر وانا كان جابوا بحري وضربوا بس ربك حميد ما فيش بحر يضرب واخر ما وصلت معهم جابوا ثلاث كتائب تغيرت اللواء على المخيم ثلاث مرات ثلاث قوات تغيروا اجا مفاز ومع وزير الدفاع وزير الدفاع تبعنا كان حمية المعركة وهدم الدور على رؤوس الناس بالجرافات الطيارات ما عم يطيش شيء ما كانت تقصف
لأنها تقصد بالطوابق الثانية وتحرق بس. بس الجرفات اللي جرفت كل الناس كل الناس جرفتها وهي نايم. أنا نايم بالليل كم الساعة 12 بالليل صار ينادوا بالسماعات إنه الكل على المدرسة. أنا لبست طواعي وطلعت بأثناء الطريق وأنا ماشي في شباك مثل هيك فوق الشارع يعني ما فيش متر ونص كم جندي ضربني فيه وقعت على داريخ قال لي كوم كوم روح من هون. قلت له ولك أنا قادر أقوم. قال لي بدك تموت كم ضربني صورتي عاد صورتي خلاص روح ما يكفيهم كمان اللي اخذوه كفيهم مش اللي اخذوه كمان لاحقين اللي هو العمر العمر 72 سنة والاصل قلت لي من وين نفسك ضعيفة خير في شيء احنا انتهينا لما واحد عمره 72 سنة انتهى بس رمت الشباب هاي اللي زطة انت تردت عمره غصبا اللي يرضى اللي يقول لا فرادة الله عارف. والله العظيم والله العظيم بيتنا ما صار فيه عارفين عن ابوها من حياة خلص الرب انت استنتنا كلها مش عارف تدفع الصورة درويش سبحات قعدت في السجن حوالي 15 سنة ونص 15 سنة ونص و 15 يوم تقدر تقول روحت من السجن قبل قريب 3 سنين ونص قررت انه ابدا حياة من جديد وابني بيت لنفسي واخلف اولاد انا بحلم انه اولادي وراي يكون عندهم امل يكون عندهم طموح مش انه اولادي يصيروا بدهم يحاربوا مشان انا خلقت في الاحتلال أنا خلقت في الاحتلال وأولادي كمان يخلقوا في الاحتلال ويموتوا في الاحتلال. بدنا ينتهي الاحتلال هذا نخلص من هالموضوع هذا. بضل يقولوا احنا ما فيش عندنا ديمقراطية ورجعيين ومتخلفين ومش بشر، طب يا أخي خلونا نصير بني آدمين بس خلونا بدولتنا مش تحت أمركم وقت ما بدكم أنتوا. تخلونا نتنفس وقت ما بدكم ما تخلوناش نتنفس، وقت ما بدكم بتسكروا علينا المي، هذا الحكي مش معقول. وهي اللي بنيناها من بعد ما روحنا من السجن هاي اجوا هدمونا اياها حطموا كل الاحلام وكل الامال وكل الطموحات اللي الانسان بقى يخطط لها ويبني لها ايه دكتور يعني مناي اني ارجع البيت تعب 45 سنة يضيع بخمس دقائق
زرافي ما خبطته خمس دقائق ما طلعوش الا لانه اول شيء حركني اياه يعني. حركني الطابق الثالث مش طابق مسكوف بكازينكم ربي فيه عصافير كنار حتى الكنار اللي بيقولوا جنن اللي هم بيقولوا الرفق بالحيوان حركني اياه الرفق بالحيوان لو هسه الايطالي بيقول لك الرفق بالحيوان حمام ينطخ ولا كلب ولا اسد يصيروا ياخذوا جلده بيتعاطفوا معاه اكثر مني بس ليه؟ لانه لكن ظنوا انظمه عربيه متقابله مش متعاطفه معانا الا على الورق بس على الورق بقول لك انا عربي كذاب مش عربي ابوه بوش وامه هاي اللي ما ناقل دماير ماتت فشر ولا تكون امه قد دماير امه هاي اللي اربك بس بدك تيجي تشمرنه عن فخذتها وخلص انسى القضيه وانسى كل شيء الله لا يشبعهم لا جنسيا ولا ماديا زعلان سعيد كل يوم بيجي على المقبرة عشان صاحب زي طخوف مش هيك سعيد هيك هيك لفوق لفوق وين أبوك؟ التمر موعد من اول موعد من بلش عمره 7 سنين جند اسرائيلي فوجي معتقلات سجون عملية اختراقات لعلمنا اسقاطات لعلمنا بشرين كل العالم اشتغل فينا لحالنا قاعدين يعني اذا ما شوفين غاز غير اشتغل فينا هذا لازم جند تطور العالم اطلعوا كمان يعملوا استعمارات فوق يعملوا احتلال جديد فوق احتلال وحيد في العالم احنا يا جماعة الخير مش احتلال في غيرنا احتلال في شيء احنا اللي 13,000 عايشين نص كيلومتر مربع مستوطني 10 كيلومتر مربع عايش فيها 1000 واحد صح احنا برضو احنا قد اكثر منهم فالمفروض يعيد يعني العالم حتى لا مش العالم لا امريكا تعيد تقسيم منطقة من اول جديد ويأخذون كمان 3-4 كيلو يعني الخط الاخضر هذا كربوش وزيت رامع احساس توسع امي احنا فعلا شاير هذا مقدرش النعم اللي عايشين فيها احنا نعمة الحصار نعمة التجويع نعمة الادمان نعمة التركيع نعمة غسيل الدماغ بيغسلوا لنا اياه قاعدين بيوصلوا لنا لمرحلة نصير حيوانات ما نطالبش حيوان تحطه بزريبة انت شوف يقدمه وتقدمه ما بيقدرش يحكي الحيوان كيف حيوان غير معه يعني ولا عو الكلب ديوكه بس احنا بدهم يوصلوا لنا حتى ما نعويش احنا مجرد قرار بسيط جدا على مستوى مراقبين دوليين بتوسل لاسرائيل تا يوافقوا لسه بتوجد قصة الحقائق لسه بتوجد جديدة بعديها بتوسل توسل هذا هو الارهاب مش اسرائيل الارهابية العالم الارهابي في يوم 14 الساعة 2 صباحا ايضا قصف المستشفى بواسطة الدبابات الاسرائيلية 11 قذيفة دمر الغازات الطبية ومواسير المية والمجاري والغرفة مرضى وغرفة سكن للأطباء والتمريض أصيب كل الجناح الغربي بأضرار متفاوتة وكان هناك هلع شديد لأنه كان في اختلاط للأكسجين والغاز الطبيعي عندما دمرت هذه الأنابيب وكنا نخشى من انفجار كارثي ليس فقط يقلع المستشفى من جذوره وإنما المستشفى وما حوله من مساكن ومباني طبعا اتصل بالصليب والصليب بالإسرائيليين ولكن لا حياة لمن تبال وقطعت الكهرباء تماما حتى من المحول تبعنا ولم نستطيع الذهاب إلى المحول لشدة القصف كان القصف على أشد ما فيش الطيارات فوقنا كل 3 دقائق تعدها فيش دقيقتين 3 صاروخ طبعا جوا الهدير والمدير والقنابل تحطيم كامل وبتشوف النار مولعة قدام عينيك الاطفائية مش سامحين لها تدخل والاطفائية تتصل فيها يا عمي شوف الارتباط لانه كان الارتباط قريب علينا ومعنا اتصالهم فيش عندهم تليفونات نحكي معهم يقول ممنوع دخول المخيم سيارات اسعاف ممنوع بلاش يصير معك زي اللي صار مع خليل سليمان شفطوا قذيفة احترقت السيارة واحترق هو تماما وتحم حتى اصبح وزنه لا يزيد عن 10 كيلوغرام
فوق. حياتنا قاعدين بننتظر حسب اللي بنتو انه شغلنا بده يكون حسب اوامر الجيش كيف نروح وكيف نيجي وين نمرق وين كل اشي كان يتحرك بس اذا كان يتحرك اشياء كانت تخوف ايش اطفال 12 سنة طب 12 سنة شو حامل ار بي جي 12 سنة يا دوب يحمل حاله من الرعب اللي عايش فيه يا دوب يحمل حاله يا دوب يقدر يمشي طب 12 سنة صفوك الناس تمر على ايش مرة اختيار عايش شاب يطلع من الدباب على ايش شاب يكون رافع ايديه ماشي من عشرة يطلع من الدبابات انتو خربين عقلية انا استشهدوا عنا معاقية استشهدوا عنا اطفال استشهدوا عنا نساء استشهدوا عنا ايش بلاش غير انه زي ما حكوها شباب بلاش غير استعمل نور معنا بس او طبعا بيشوا فيه مبيدات هدول الطيارات الزراعية بالزمش كله بالزمش بعدين مش فاهم كيف انا يعني قدر سخيف جدا قدرنا سخيف جدا اللي رمانا معنا زي هيك حقيقة قسم بالله كان عندك قابلين ايش معهم ليش تعايش معهم معا جدا ليش بسلام احنا كفلسطينيين بحكي انه انا من الشباب من سنة انه حملنا سلاح بس ندافع عن السلام عن حريتنا حريتهم حتى كمان لانهم عند الناس ما بدهمش سلام بدهمش حرية بدهمش شعوب تعيش هذه الحقيقة انه في الانتفاضة الاولى كانت معظم الاشتباكات اللي تصير مع القوات الاسرائيلية باب بيتنا يعني بيتنا في منطقة وادي عز الدين وكانت كل الاشتباكات اللي في جنين تتمحور حول بيتنا والحمد لله رب العالمين الله عني واسعفت اعداد كبيرة جدا من الجرحى اللي هناك لان انا الدكتور الوحيد في الجبل انا كنت في البيت وشايفين اطلاق النار من الطيارة لكن لما كنا نعرف انه هذا اطلاق النار على ابني لكن بعد ما توقف اطلاق النار بدأ الجيران بالصياح ويقولوا عميد استشهد عميد استشهد كأب شعرت اني انا اللي بكيت اقدر اساعد اللي بقدر اساعد وكنت اساعد وقفت عاجز امام ابني اللي قاعد بينزف واللي روحه قاعد بتطلع ولا استطيع اعمل شيء وهي اصعب لحظة الحياة لما ابنك بحاجة لمساعدة وانت لا تستطيع بل شيء بيموت بين يديك وبترجى فيك قاعد مش غير تعمل له اشي شو بدك اصعب منك اشي اول يوم جابوا لنا الشباب جابوا شاب اسمه منير وشاحي طفل زي الشمع صار صفات من سدور طالع من ظهره ساعات ما فيش فيه ادوية ما فيش فيه حتى اتصلت مع دكتور لسهل عليه ما قصرش معي اضربنا ساعات كذا مرة اضربنا الصليب كذا مرة يجيبونا الشاب قاعد بموت بين يدينا بموت قاعد تحكي الدكتور ما دكتور على التليفون احكي له شو اسوي له يعني كل بقول شو هذا بده يسوي تاخذه على المستشفى انت بتقول المستشفى هذا طبعا بتحرك متر قاعد بنطخ شو عم بنتين ايش عمل له اياه وما فيش غير بس بند وتربته بس وتبقى كراه فوق راسه يا ريت واستشهد بين يدينا شاب ثاني جيبوا لنا اياه انصاب ركبته طفل قسم بالله اطفال ما بحكي لك عن شباب بالغين كلهم اطفال ركبته خزقت له زور بصباعي تتنفس اصبعي هذا بصير خزقت له زوره شبتات له مقطوعه شبه مقطوعه يعني مش مقطوعه شبه مقطوعه فالتي شو نعمل له هاي ارهابيين شاب كيف حوال هابيين شو بدك اصعب منك شيء الجوع لا شو الجوع مش مشكله ما احنا بنصوم شهر رمضان كامل شو الجوع دخان مش مشكله بس جون يا محرم من الدخان عاديه بس لما طفل مش شاب عامل حياته مش شاب شيء لسه يخد بنازع بين يديك ويستشهد بين يديك شو بدك احلى من هيك صوره
شو بدك احلم هيك موقف؟ هذا النهاية كان عزنا، كان سعير يخدم مربع زوجها، سعير توقع بين قلب الغرفة، توقع سعير ما تنفجرش فين، من الله مش منهم يعني. شو تحسن هيك؟ دبابة 80 طن تطلع من بني ادم، شوف محلها المنظر. الحلو كان فينا شوارع مخيم فيها حفر مش حفر، فسدونا الشوارع هم يعني، سدونا بأجسادنا بأجساد شهدائنا، سكر هذا الجوار الموجود في أجسادنا الحمد لله رب العالمين يعني، وفر على البلدية عندنا كثير شغلات، تركوا الشوارع هذه. شو أحسن لك؟ شو بدك أحسن لك؟ يكون من مرك تعرى، ارفع الخوف الأحزان خاف من الحزام كلها، ارفع الفستان تبعك. شو بدك أحسن لك؟ شو بدك أحسن لك؟ شل الحولة نترجى فيهم، بس خلنا في الكلوت خلونا فيه ما يدوش، نزل الكلوت تبعك. شو بدك أحسن لك؟ مصاب، مصاب مشلول كامل، توقفوا غصب عنه، لازم توقفوا قدامهم وتشلحوا كامل عشان يستأكد انه مش مفخر. انا راح احكي اشي بس مش اشي عن الامل والهاد، بحكي للشعب الاسرائيلي، سنعيش صخورا شامخين ونموت اسودا واقفين، وهاي كل واحد اسرائيلي يحفظها ويعرف شو معناها. فرد تمام في دبريش، انا انزل لتحت، نزلت لتحت، الله رحم لكيت الدبابات هون المحفرات قعدت من الدين باغ الحين، بقوا حاركين وقاعدين بيهدوا هد، وديت الدار بقوا عاملين محكمة يعني، نادوا على الواحد اللي بدهم يصفوه بصفوه، اللي بدهم يخلوه بخلوه، الله رحمني منهم يعني، ظنيتني نازل عند القاوة، لقيت اواعي مشلحينة للشباب، اواعي بس انا ما فكرش اواعي، راحت عن بالي من ضرب الثوريات. اني بفكر واحد فاتح محل رابش هون، بقول طيب محل الرابش هون فاتحه هذا، راحت عن بالي من بشل حواعي، ما ظليتني واقف ورافع الراية. اجاني واحد بدوي من دبابي مع احترامي للبدو، قال لي خليك واقف عندك ورافع ايدي، اتحكى مع الدبابي، رجعت مدرع علي، طلع لي ناشب صغير، ولد صغير، لا بقول لي اشلح كله واقف، شلحت طلع لي رديت البسهم، قال لي ليش تلبس؟ بالعبري، اشلح مخنسام وشطرة وكل شيء، قلت له انا بمشيش، انا زلمة كبير بمشيش. تمشيش هذا المشي، بسط ما رديتش عليه يعني، لو بدك تني بس لاعب شاهد لا تحتون ولا شيء، اطلع بالشارع امشي في نفس الاحوال، وراي بلا كلثوم قدام خواته وبناته، اولاد صغار ربطوها بروح بشريه، اولاد اخذوها معها تبحث لهم الدور تهد، اذا ما هديتش خلال دقيقتين اعير لك، اقول لك خلال دقيقتين اذا ما هديتش دور تفتح لنا طاقات من كوسك، وها سير يلحس ويضرب بالمادي ما يلحس، بده يفتح بده ينفذ بريشه، ويا ريت ينفذ بريشه، لا اما كوسه ولا اما يدق راسه بالحيط. لا يوجد اي انسان في الدنيا بيعمل لانجون بطول الاوان الطبيخ، يقعدوا يعملوا فيها البول والغائط وشغلات زي هيك، انهم انه في البيت اللي انا بنيه عندي اربع حمامات فيه، وقبل ما نخرج من البيت قبل اللي اشتياح بليلة كنت معبي خزانات مية، اربع مية يعني، بقدر يستعمل المية ويستعمل النظافة في البيت ويخليه زي ما هو، ليه يروح يستعمل اوان الطبيخ مشان يخرج فيها؟ وين العلم؟ وين الانسانية؟ وين الجيش اللي بيقول عنه لوخة؟ قدم واحد قدامي انه هو هذا هسه مش مبين معاك حركيا وعقليا، انا وياك قعدنا بالدار لحالنا يعني، ما شفنا الا الجرافة مش بترفع كف، هاي جرافة الجيش وما كان لك الا ثاني طابق، بس توقف بتفكر دار انت شبابيك ومهندسة وكل شيء، بس تمشي بتجرف زي موج البحر قدامها يعني، بتوكل الاخضر واليابس، جرفته للزلمة لانه معاك سحبته بيده ما قدرتش، جرفه معه واخذه، انا نطيت عبوز الجرافة حيال حيال حيال، اللي حاطط لي الطاسة على راسه وهذول هيك، وشو بده يسمع؟ وزنه 80 طن شو بده يسمع؟ أنا بشتغل حارس في بلدية جنين بالليل،
السبب النهار قلت تدبر لي شغلي اعيش من وراها. صرت متجوز 3 نسوان والحمد لله الله ما انطني لا ولد ولا بنت. كل شيء بالبلدية تجي جنين والبلدية اليمون كل شيء رايح للدكاترة. كل كرشي رايح للدكاترة. وتاء الله ينطيني خلقة ولد ولبنت الحمد لله. ما انطنيش. اجي اطلعوني من الدار وطلع فوق انا عامل جرور سحري. جوية الجرور. سكر الشبابيك وسكر الباب وحط احرام على الباب مخلوع الباب. وسحب الاقسام ورفع الامان وسحب الاقسام. قال لي بتسقط؟ قلت له بسقط. بس بدي اطلع شخ. بدي اطلع سير. انا مش بدي اطلع سير انا بدي اطلع اشوف المصريات اكيم المصريات سفرنت على الدرجات. قلت له عمي مصرياتي. قال لي مايش الضابط. قلت له مصرياتي كيس الشلي. قال لي بتسكت ولا احرق دينك. دمروني اخذوا مني 25 ذهب 20 عمر شركة وانا في قلب الدار 25 ذهبي و5000 دينار و4500 شيكل بكيت اشرب باليمون بالنهار. أخذت هنا تعبي. أنا وليت في الدار هاي غرفة أنا هاي غرفة وليت فيها بيت مثل هيك هذا منين بدك تجيبها؟ يعني الضياع اكثر من الضياع المادي صار، الضياع المعنوي والضياع الاسره، انا مو بجيب الحجر هذا بجيبه هون، كان في سرير توفى عليه وانا بتذكر كان عمري 5 سنين، كل حجر جابه من بلد، هاي جذور حامض، لينون، هاي شجره هون كان في شجره تين، عمرها 52 سنه، وهي في التين هاي برضه عندك هاي التين هاي اللي هون، كان في هناك زيتوني، برضه هناك في زيتونتين، وكان في برضه هون هي هون، اهل الحاره عندنا، اول ما فقدوا النخله هاي. صعب يا عمي يكلمونا من ارضنا صعب انهم صعب انهم يغيروا اي معلم من معالمنا مهما عملوا. هيا بابا هيا هاي البيت تبعنا هذا هيا بابا حبيبي يلا بدنا نروح خلص حبيبي ما اجى صار الاحتلال 67 انا بكامري 9 سنين 9 سنين بكامري ما شفتش يوم واحد حلو يوم واحد هاي انا عمري 44 سنه يوم واحد حلو ما شفتش كل شيء بكون يدخلوا فيه يدخلوا بحياتنا حتى رخصه سياره كنت اعلم وانا عمري 17 18 سنه 19 سنه كنت اعلم يكون معي رخصه سياره كان للمخابرات دور وكانوا مانعيني اخذ رخصه سياره الاحتلال مش بس انه الجيش موجود عندنا الاحتلال اضطهاد وقهر بتدخلوا في كل في, في, في نفسنا بتدخلوا في كل شيء فهذا الحكي هذا مش معقول يعني هذا الحكي ما بنطلق احنا يا عمي بدنا نعيش بسلام بدنا نعيش بسلام زهقنا خلاص بكفي قتل بكفي ذبح بكفي بس برضو يعني احنا برضو مش يعني حتى الكلب بدعس برك وعراء عليه مرتين ثلاثة بعضك احنا مش كلاب احنا بني ادمين دعسوا علينا بدل المرة 10 مرات قمنا وبدنا نهارب اذا بدهم مش هم يتنازلوا ويصير دولتين لشعبين احنا بدنا ننتزع حقنا بالقوة بيعملوه في المخيم بثبت انهم هم بيتعاملوش كبني ادمين يعني تصرفهم هذا مش معقول انا في المخيم ما خلوش المباني واقفه احراث حرثوه احراث حرثوه على الاهله على الناس على السكان على الاختياريه على الاطفال ما عرفت انه بدي اموت قمت مشان وانا ماشي الشارع اللي انا ماشي فيه شول الدور مهدمي ما فيش اشي اللي فوق الحديد امشي فوق مش عارف وين بتروح في 48 برضو ذكروا عذابها نفسه بس مثل هيك ما صار شو جنينا بحياتنا بنينا الدار خلفنا اولاد كله راح بساعة خلي بيش يرضى صديقه السفاح المجرم
السفاح المجرم ابو صبره وشتيله، هاي الضمير العالمي هيك سكروا دنيهم يوم انه بنجاح يهودي ولا هذا دوش بصير عيط هناك في امريكا، بصير عيط في انتو ذبحتوا اليهود، اما 100 مليون عربي يذبح معلش هذول ما لهمش حساب، هاي الدنيا هيك. في الشعب في العالم عنه اليهود يهدموا الدور والبيوت على الاطفال، واحد بضرب بحجر يجيبوا له طياره ومدفعيه F-16 ودبابات، وين هاي صارت؟ والعالم مسكر دنيا ما بسمعش، وين هذا الظلم؟ الناس بدون رحمة بدون إنسانية، مش لأن عدو ولا إنه في صراع بينه وبينه، بالأمان للتاريخ اليهود ثبتوا بدون رحمة، مش إنسان مش في شمل إنسانية، هدول صنع بشر مش صنع ربنا، هدول إسرائيلي مش صنع ربنا نهائيا. أنا ما بعرف شو ممكن يكون إلحاد هذا الحكي، بس الإسرائيليين مش صنع ربنا نهائيا، يمكن كلهم عرفوا الاستنساخ فترة طويلة زمان مش دارين، الله أعلم عرفوا الاستنساخ من الأربعينات ومن الثلاثينات. يعني لما عرفت إنه شيرون أجا على المخيم من كثر ما انقهرت صرت أعيط، لأني يعني كان نفسي شو أجرم فيه زي ما حكوها، أجرم فيه بالمعنى الصحيح، أفش غلي فيه بعد اللي شفته. تقدري له أنت لشيرون؟ أه بقدر له، ليش لا؟ ما هو أكبر منك، بدك تقدري له؟ أنا أكبر منه بإرادتي، بقدر عليه بإرادتي، بقدر عليه إني بدي أدافع عن وطني، بقدر عليه إنه قتل يعني ناس بعرفهم وبعرفهم معرفة، يعني معرفة، بقدر عليه لأنه شتتنا، خلى كل واحد بجهة، بقدر عليه لأنه ما خلاش بيت بالمخيم إلا وهدمه أو يتضرر منه يعني. أنا بتبرع فيهم حتى يسحب الجرحى ويشتري دم ويبني المخيم، وأنا نفسها منتظمي على من طول الوكالة عشان يتبرعوا للناس، وسأجروا لهم شقق عبا ما يبنوا لهم بيوتهم ويرجع المخيم من أول جديد عشان ما ينتهيش المخيم، يرجع أحلى من مكان عشان يشتري دم، ولو كان معي أنا دم كنت كبير يعني دم قوي بتبرع لهم جرح دم. دمك قوي طبعا، دمك قوي. ايش بيجي دمنا؟ ايش بيجي دم؟ في دم بس مش كتير يعني، في ناس كتير اما لا. ناجو الساعة خطاب قد الثالث، الدار نصها مهدود الدرج طاير، على الجزء الثاني طبعا انا بدي اوثق كل اشي، الجيش الجندي مسك الكاميرا من ايدنا، كاميرا الفيديو اخذها. اللي حرك الباب وجنده لما جابوه وربطوه لما ربطوه قاموا اجوا طخوه هون اطلع على الجثة اللي هي جثة الاخ ابو جندال قائد معركة المخيم، قاعد زي قاعد فوق الركام، مقاعدين فوق الركام، طلقة هون في جاي في الفك والطلقة الثانية في الصباح، ف
قلت لهم انا عارف ليش بطلوا مرضي تسخروا نصور، لانه هذا اعدام تاعي تبع الصليب. هذا الزلمي قاعد فوق الركام، لا عليه سراره لا عليه غبره، واحد كان ماشي، لنفترض انه كان ماشي الزلمي او شارد بيوقع وقوع، بس بيقعدش يقوع على راس تله هالركام اللي محطوط. اتفقت انا وياه، طبعا امي قالوا احنا جيش الدفاع بهدمش، قلت له مبتعد مو الانبياء، قالوا لا الجثث الموجودة. قلت له نعم، قال لي هاي الموجود في غيره يعني؟ قلت له اه هاي المنطقة هذا انا بدي افوت. قال لي ممنوع. قلت له شفت اقول لك طخ، بدك الطخ طخ، الريحة شاممها من هون وانا واقف برا شاممها من هون. قال لي هاي المنطقة غير مطهرة وممنوع تفوتها انت والصليب. قلت له الصليب انا فايت، فايت معي. قال لي فايت معك واللي بدهم يسووه. خلال دائرة قطرها 30 متر بس وجدنا 10 شهداء في المنطقة الغير مطهرة. اما المنطقة المطهرة مشينا من هون للساحة 350 متر لقينا بس تلا. اذا مطهرة من ايه؟ من الجثة، مطهرة من الجثة. وانا راجع رجعت نفس الطريق اللي مشيت، اللي مشوني اياه هم اول يوم واحنا وياهم بندور على جثة. ايه ولا هي جثة مفروم فرن، شو ضايل منه؟ اصابع رجليه وشوية جلد. الله اكبر، يوم 15 هاي ما كانتش هون، طب اليوم 17 وجلد طريق جديد مش متعفن. رماي عدماتكم طخو، قلوا ارفع عليك طخو، طخو هون بالساحة اكم ما طخو. اجوا شباب من اللي بكم اعتكلينهم اليهود، اجوا حملوه بدهم يودوه على المستشفى. كام اجوا اليهود قالوا له حطوا هون، وحطوا رموا اياه. صارت الدبابة، حصول الله شهيد يا ناس الحلال، الدبابة تروح وترجع عنه ساعة تجثه وتطرق. الشباب مخلف بدالهم عادي جدا، يعني انا مكان مستفي ثلاثه بس بدي افكر ما اجيب كمان اثنين دول عايش مش انا ولا مامي. الماتوناتات بتجوز بدالها سير تعود، احنا اي شيء صار على سير تعوده، بس كيف بده يعوضوا هم الفتره اللي احنا كنا رايقين ومتقبلين نتعايش معهم؟ كيف ترجعوا هاي؟ كيف ترجعوا هاي؟ مش امكاني. انا كان عندي قابليه اعيش مع اي انسان يهودي عادي جدا، واتمنى له، مش اتمنى الخير يعني، اقبل اللي بحب الاولاد يحبوا اولادهم، بس هسه كيف بدي ارجع من هذا الحكي؟ هذا مش كان بحكي للناس كلياتها، كيف ترجع من هذا ومن خسره؟ بس احنا حقد، هسه الحقد المتولد والضغيني، وكيف كيف بدي ارجع هذول؟ كيف بدي اكون من قلوبنا ثاني مره؟ بحسبهاش صح، بتعرف ايش يحسب هذول؟ يعني انا لما اقاتل عدو واشي بكون قلبي قاسي؟ لا، انا بدي ادافع عن وطني، بدي ادافع عن مخيمي. بعدين يعني احنا مش راح نعمل سلام معهم، حتى لو رئيسنا اللي هو رئيسنا اذا عمل سلام معهم ممكن هو يتصالح معهم، بس انا مش راح اعمل سلام. صحيح انا طيبة ويعني بحب الناس، بس هذول الناس ما بنحبه، هم بيأجوا على ارضنا، احنا بندافع عن ارضنا. انت لما يسلم يفرض صلبوا ابنك، مش لك تدافع عن ابنك وتسوي عنه؟ واحنا كمان هاي ارضنا زي كانها ابننا، إلنا كل إشي عنا.
بعدين يعني زي ما حكوها نسوان ما خلصوش، راح نضلنا نجيب اطفال ونجيب يعني رجال اقوى من اللي راحوا واشجع من اللي راحوا. حامل انا بشهر مخلصه هسه، لما عاد احنا خفنا من المي والكزاز لما صار يهيل علينا واولاد صغار واشي، حبيت اطلع برا يعني اشرد من الدار لجل يعني اني اتضرر انا وولادي. طلعت مشيت يعني شوية من فتحت باب الدار ومشيت بدي اطلع عن دار سلفة، كان قناص على الجبل على الجابريات ضربني بإجريق الثنتين وعيت حالي إلا نكاسح على الأرض وأصيح أصيح أكلهم انطخيت إجري بوجعني إجري إجري كسحت بالموت. غدر سلف إسلافي جروني لجوة يعني فوتوني لجوة فوتوني لجوة جر، وهم خايفين من اليهود يطخوا عليهم. ما وعيت حالي إلا بمستشفى جنين، قالوا لي لازم نعمل لك عملية قيصرية، والحمد لله ثاني يوم عملوا لي عملية والحمد لله رب العالمين، جبت الولد الحمد لله مليح الحمد لله بصحة جيدة. قعدت انا 10 ايام وانا ما اشوفش لا جوزي ولا اهلي ولا اولاد ولا ايات حدا، وانا اعيط يعني وابني بحضن ما اعرفش ادبره. ما اعرفش ادبره من مرة تسمحوا لهم يجوا علي وشوفوني انا وابني اللي خلفته. يعني هم خسروا حقيقة اطفال. انا عندي طفل كبير عندي 8 سنين ونص بتخاف من الطيارة، انجاز بالنسبة لي هذا. انا ابني خاف من الطيارة، ابني صار في رصاص 500 رصاص 800 ويعرف خدفة الدبابة ويعرف M16 ويعرف M16 طويل M16 قصير وكلاشن، صار في الناتو وصار في شغلات كثيرة. ابني صارت هاي عارف شغلات كثيرة، هو متوقعين احنا خايفين اولادنا من قال لي نصير عندهم معقد نفسية. لا فيش عندهم معقد نفسية، براهنك امسك اي طفل واساله بموضوع الاجتياح كلياته بجاوبه كل ثقة بدون خوف. بخافش من ناس زيهم هذول الجبنة، بخافش منهم زي الفيران يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات يبكوا يتزروكوا بين الدبابات، خايفين منا احنا يعني مدنيين، بس هم ارادتهم ضعيفة، خوفهم لدرجة الجنون يعني مش طبيعي عندهم الخوف. احنا ما منخاف منهم، مشو ما عملوا فينا ما منخاف منهم. اسلحتهم نزلت علينا زي المي، لانها نزلت من ايدين فاشلة، نزلت من ايدين خايفة، من ايدين مرخية. خليهم يعيشوا ثاني اللي عشناها احنا يوم القصف. يسلموا اسرائيل على القدس على كل اشي لو عاشوا معنا، لو طفل يهودي بس هيك يعني قعد وشاف شو صار معنا، او رجل يهودي قعد معنا شاف شو هو عملوا فينا، يسلم القدس اللي فيها. شفت جثث، شفت بيوت مهدمة، شفت يعني اشياء لا توصف باللسان.
لما يعني بعد اللي شفته أي حياة بدي أعيشها هاي. بعد ما تحطمت كل طموحاتي أي حياة بدي أعيشها. مفيش حياة. شون كيلو أصلاً هم نفس هذا شون كيلو هذا دارم كيلو يعني لا من فعل أنا بقول شون كيلو حكي لا من فعل أنا بحكي صار فبلشت الحين تطلع لأنه فعل ضيق كتير يعني ستع كان جرافات 80 طن تحط البوق التباحة بالدار وتروح الدار فيش مجال لسه الناس مش حاسة بالصدمة تيروا منهم الشهداء مكلال بس لا يروح دولة يروح دولة تحت وانت خالي شوف كيف الشهداء شوف كيف الناس المزق هك شوف كيف الناس المحروقة حالك صمود مخيمنا يمكن سجل أسطورة صحيحة بس مش بسلاح قسم بالله ما بسلاح ربنا كان يقاتل معنا ملائكة كانت تقاتل معنا بعزي يمدنا بإمامنا بالله صمودنا كان تيك مهدرة بسيطة ليش هم لما سبس شوف دانت بادر الأباتش تبعتهم الأقباد الدبادي ما يتجرأ هم لو جابوا الجرافات لحالة كيف وصلت محتاجوش سال بخامة هاي والتهويل اللي جابونا إياه أساس إنه يزرع الرعب بس سبحان الله القدر عجيب طلعت الناس أقوى من أول ما ينفرمنا أنا مش رامية حتى كان دولة الفلسطينية تبعتي وعاصمة القدس بقيادة أي شبل أنا مش رح نتحرك من هون بنموت ببيوتنا بنموت ببردنا بنموت نطلعش ينسوا موضوع إنه نطلع بس في نهاية الأمر بدي أقول هالكلمة احنا هون تتكون بالقيامة هون تتكون بالقيامة سجلنا اسطورة بس بإيماننا مش بسلاحنا قسما بالله بصدق نحكي فيها بولادي الاسطورة سجلناها بإيماننا وثباتنا بنسوان كانوا وقفات معنا بأطفالنا الموجودين اطفالي حوالي طب إذا ابني حوالي موجود وين بدي اروح انا يعني المخيم عبارة عن شجرة شجرة طويلة طويلة شامخة كلها عبارة عن أوراق كل واحد مكتوب فيه اسم شهيد اسم مقاوم بدي أحكي لهم اليهود صحيح فاتوا قلعوا جذوع منها لكن خلقت جذوع غيرها ما قدروش يوصلوا لقمة الشجرة مش وجود الإسرائيليين والطيارات والمدببات قالوا لنا إن إنسان بموت قدامنا في نشطة منه حاجة طفل بعيد عن أمه تلاقيه هيك بزقن زباد المخيم مش عارف عن أمه وين رايح وين جاي طب تحطه معك ما فيش مجال تحطه معك كان يعلمنا انه نسأل شباب حد داري فينا حد سأل فينا العالم يتحرك حوالينا حد يطالب بينا فيش شيء ما حدا نسأل عنه دولنا عبد الكبيرة كان كل أملنا قد نحن غبيين آخر ما قلنا فيه احنا نتمنى من الأردن من مصر بس تود السفير تبعهم بس
تشوف حلم ماهك وحلم مكلام شغل تافه وملاش مانا ممكن تكون هي شغلي انه بكرة الجمعة شو رأيكم تقول ممكن نصير مسيرة ضخمة في الوطن العربي ممكن تغير ممكن تحرك وجمعة خير ندرج مجال لكن وشهر وبنصبر مش مو بكرة بعد بكرة جاء الجمعة ممكن نصير مسيرات وتكون العالم وكل الدنيا تكون مشاهدنا وينسحكم ايج الجمعة ايج السبب ودخل تزيد علينا ايها العرب ايها المسلمون في جميع انحاء العالم هنا اطفال فلسطين يصرخون ويقولون وعرفه وعرفه معذرة ايها الاخوة اريد ان اتكلم مع بوش دقيقة واحدة لا يا تهجم لا لا هلو مستر بوش بدي احكي مع سيد كوفي عنان في مجال الو كوفي عنان كيف حالك اطلع هون انت ليش هيك لقيت الا جنيهين بدك تيجي على جنين عندنا هون اسرائيل بدها هيك طب احكي مع امريكا مع بوش يا اخي ممكن هل الوضع يا اسرائيل مش هاد تخليه يجي هون هذا الحكي بصيرش يعني هذا الحكي ما حدا موافق عليه حتى جاب الدول العربية يعني الشعب هون يا اخوي بستنظر فيك طلع مش لاقي طيارة تيجي فيها هون بنودي لك طيارة مصطوبة اذا بدك هون الشعب ما عندوش يا اخي ما عندوش الشعب لا يملك الا اسم طيارة بنودي لك طيارة مصطوبة بتدبر حالك فيها في الشيء بنودي لك جحش عرج هاي يا اخي شو رايك عرفات بعرفش عرفات هو محبوس برام الله يا زلمة الدول العربية بتمانيش خلاص الكرت يا اخوان